اختتمت أعمال المؤتمر الإقليمي الأول للتوجيهات القضائية الحديثة لحماية حقوق الملكية الفكرية الذي نظمته وزارة العدل برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد وزير العدل المستشار عمر مروان على صدور إعلان القاهرة 8 توصيات للمؤتمر الإقليمي لحقوق الملكية الفكرية لحماية حقوق هذه الملكية الذي يشتمل على كافة التوصيات التي صدرت عن جلسات المناقشة بالمؤتمر الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة. هذا المؤتمر زي ما حضراتكم عارفين هو تم تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لأن سيادته بيولي اهتمام كبير بموضوع الملكية الفكرية. طب ليه الملكية الفكرية؟ احنا لما نعمل بيئة جيدة جدا لحماية الملكية الفكرية دي هتبقى بيئة جاذبة للاستثمار، مدام جاذبة للاستثمار يبقى هتدعم اقتصادنا، يبقى هنقدر نحقق من وراها تنمية لشعبنا. فطبعا المؤتمر كان مهم جدا ان احنا استمعنا فيه لرؤى ووجهات نظر مختلف الدول العربية، ومعانا خبراء الويبو ومعانا خبراء دوليين اخرين، وان شاء الله هنقدر من خلال توصيات المؤتمر نعمل شيء جيد جدا نلمسه جميعا سواء في مصر او على مستوى الوطن العربي من التعاون لاخراج منظومة حماية ملكية فكرية على أعلى مستوى.